من كل قلبي عايز أشكر ربنا على الطريقة اللي استخدم بيها حلقات مدرسة المسيح لربح وتشجيع وبناء حياة الكثيرين بمختلف طوائفهم. لما جاء المسيح ودعا بطرس وأندراوس أن يتبعاه قال لهم كده: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. دعاهم أن يكونوا تلاميذ، وعدهم أن هو حيصنع منهم خدام حقيقيين يؤثروا ويربحوا الكثيرين لملكوت السماوات. أصلي أن ربنا يستخدم الحلقات اللي جاية دي تحت عنوان حياة الخادم لتصنع خدام حقيقيين بنعمة الله يعيشوا بأمانة لمجد الرب. آمين. رحب بكم مرة تانية في برنامج حياة الخادم. السلسلة دي احنا بندرس عن كيف التلاميذ يصيرون بالحقيقة خدام أمناء لمجد المسيح. واتكلمنا عن ما نسميه مربع حياة الخادم، ووصلنا في المربع ده افتكر الدايرة رقم 4 في الأربعات ديت. وقلنا ان في 4 علاقات، قلنا ان في 4 ألقاب، قلنا ان في 4 أدوار، وقلنا ان في 4 كلمات مفتاحية، كلمة السر اللي بناء عنها بقدر أعيش البعد دوت وأحياه للمدى اللي مطلوب عشان أقدر أحقق القصد الإلهي. خلوني أخلص الحتة ديت. أنا عارف أن في أسئلة كتير قوي، وبعدين حدي وقت كفاية للتساؤلات بتاعت حضراتكم. خليني أخد الآيات، لأن إحنا ما قلناش الحكاية دي. خلينا أخد الآيات اللي عندنا في الدراسة ديت. تحب رب إلهك وتسمع لصوته، بص، وتلتصق به، انتمسي، لأنه هو حياتك. حب التصاق، حب اقتراب، حب مش حاجة من بعد كده بحبك من بعيد، لا لا لا، وتلتصق به لأنه هو حياتك. الحميمية، اقتربوا إلي أقترب إليكم يقول الرب. لما نجيلها هنلاقي آيات كتير قوي بتتكلم عن البعد دوت. لو جينا للتعلم وفتحناها ديت، فقال لهم، الآية دي جميلة جدا: من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. كاتب متعلم ديت معناها تلميذ عايز يتعلم، عايز يتعلم في ملكوت السماوات، ولهذا كأنه رجل يخرج من كنزه جددا لأنه بيتعلم بانتظام، وعتقاء، هو اتعلم حاجة وموجودة وعيشها، لكن هو على طول بيعمل إيه؟ هو بيتعلم، ولأنه بيتعلم بيعمل إيه؟ بيخرج. أنا باخد فبعمل إيه؟ فبدي. ودي العلاقة اللي قلناها ما بين التلميذ وخدمة التعليم، مش كده؟ كلمة السر التعلم. أنا عايز أتعلم، أنا عايز أتعلم، ولما بتعلم بقدر أعلم، بقدر أعلم. يخرج من كنزه جددا وعتقاء. لما نيجي للحكاية دي هنكتشف أن التعلم ده حاجة كبيرة قوي، فمش مجرد كلمة. أنا عايز أتعلم، أتعلم أنا عايز أعرف وعايز أدرك وعايز أطبق واختبر وعايز أعيش وعايز أتغير. فدي قضية كبيرة هنجيلها لما نيجي للفكرة دي مرة أخرى. دور الرعوي، التجسد، ودي الآيات اللي قلتها لحضراتكم، خلينا ناخدها مرة تانية. بولس بيقول كده: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادنا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. التجسد محتاج إخلاء، بتخلى عن وضعي وراحتي ومكانتي عشان أحط نفسي مكانك. لو ما تخلتش عن مكاني مش أحط نفسي مكانك، لو ما رحت لكش أنت مش هتجيني، وعشان أروح لك لازم أسيب إيه؟ مكاني. فترك مكانه
ليأخذ مكانه، ترك مكانته ليأخذ مكانه. فاهمين اللي عايز أقول إيه؟ احنا اتكلمنا عن الإخلاء ونظريات الإخلاء في مدرسة المسيح، ودي حتة جميلة جدا من أروع ما كتب بولس دي. وكان بيقال إن غالبا دي كانت ترنيمة بيرنموها مقطوعة بيحكوها البعض، فهو بيقول لهم الترنيمة ديت ليكن فيكم هذا، فكروا بالطريقة ديت، فكروا بالطريقة ديت. وبعدين هو بيقول عن نفسه أنا عملت كده، فبيقول كده في إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع، ده الإخلاء لأربح الأكثرين. أنا مش بس عملت كده، أنا صرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، والذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوم. واو، ازاي الراجل ده عمل كده وازاي ربنا استخدمه؟ لأنه التزم بالمبادئ الكتابية، هو تلميذ للسيد للمسيح، ففهم المسيح عشان يوصل لي أخلى نفسه آخذا صورة عبد، إخلاء وايدنتيفيكيشن، وحط نفسه مكاني فوصل لي. عشان أوصل للآخر لازم أعمل نفس الحكاية دي، بأخلي نفسي مني، بتخلى عن مكاني ومكانتي وراحتي عشان أحط نفسي مكانه فافهمه وحسه وأقدر ساعتها أخدمه وأثر في حياته بطريقة هو يقدر يقبلها ويفهمها وتغير منه. واضحة الفكرة دي؟ هنجلها لما نتكلم ده بالتفصيل مرة أخرى ونرجع للمرجوع دوت. الآية البعد الأخير فكرة الاتحاد، آية دي جميلة قوي. موسى بيقولها، بصوا الصلاة التوسلية اللي بيسموها التشفعية إلى أي حد وصلت. ربنا بيقول له بص الشعب ده صالب الرقبة وانت طلعت فوق وهم عكوا تحت، فالآن اتركني فأبيدهم واجعل منك أمة عظيمة. فهو بيقول له والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحوني من كتابك الذي كتبت. هو عارف ربنا عايز يغفر لهم، هو ربنا مش عايز يمحوهم، ربنا بيحبهم، هم يستاهلوا، بس ربنا عايز يرحمهم. فهو حاسس باللي في قلب ربنا وحاسس بالناس ديت، فلزق في الناس، حط نفسه مكان، قال له هتمحيهم امحيني معاهم وإلا اغفر له. بص اتحد بالناس لأي حد؟ طب هم وحشين انت كويس، انا واحد منهم. طب انت كده بتلوي دراع ربنا، ده بالعكس، ده انا عارف ان ده قلب ربنا وهو عايز كده، وانا بعمل كده عشان ربنا وعشانهم. لو انا مش متحد بقلب ربنا وبفكر في نفسي يمحيهم وابقى انا ام عظيمه وابقى شعب اسرائيل، يبقى بنو موسى مش كده، ونبتدي على نضيف بقى وبدأ راجع القلب. فاهمين بقول ايه؟ لو انا فكرت في نفسي، لكن انا بفكر فيه ويقول له لو انت عملت كده الشعوب هتقول عنك ايه؟ اخرجتهم بمكر لتبيدهم في البرية؟ الناس هتفهمها غلط. فانا فارق معايا انت مين وفارق معايا هم مين. فالدرجة يقول يا تغفر لهم يا اموت معهم. ما تقدرش تقول الكلمة دي غير لو ايدك ماسكة فوق وايدك التانية ماسكة تحت. مش هتعرف تصلي الصلاة دي، بس الصلاة دي غيرت الدنيا. الصلاة دي انقذت هذا الشعب. الى هذا الحد الصلاة ممكن تحدث تغيير؟ نعم نعم. التوحد بالله وبالناس، لاني ابن فانا حاسس بيه، ولاني انا متجسد فانا متحد بالناس، بقدر اقوم بالدور الكهنوتي. فالعلاقتين دول، العلاقتين دول بالله وبالناس، هي اللي بتخليني اقوم بالدور الرابع ده، الدور الكهنوتي. واضحه؟ واضح. طيب المربع ده ليه زوايا؟ يعني ماسك في بعضه ولا مش ماسك في بعضه؟ ده ليه زوايا جميله قوي. ففي زاويه هنا
ماسكة البنوة مع التلميذ. في علاقة بين التلميذ والابن؟ آه في علاقة. إيه العلاقة؟ نفتح ونشوف. وفي علاقة ما بين التلميذ والخادم، وفي علاقة ما بين الخادم والكاهن، وفي علاقة ما بين الكاهن والابن. ففي أربع كده زوايا مسكين الترابيزة دي عشان ما تبقاش متلخلخة، مسكينها كويس. فخلينا ناخدهم واحد واحد ونشوف إيه العلاقة هنا. علاقة التلميذ بالدور النبوي. موسى بيقول له إيه في خروج 33؟ والآن إن كنت وجدت نعمة في عينيك، دي العلاقة مش كده؟ وقلت انك انت عرفتني باسمي وان انا حبيبك وانت حبيبي واحنا اصحاب وميت فل وعش، والان كنت وجدت نعمه في عينيك فعلمني طريقك حتى اعرفك. علمني طريقك الحق حتى اعرفك لكي اجد نعمه في عينيك. فالنعمه اللي في عينيك، العلاقه ديت عايزه تخليني اعرف طرقك. بقدر ما أنا بحب ربنا أنا عايز أعرف طرق، أنا عايز أكون تلميذ. ليه؟ لأن معرفتي للحق بتخليني أعرفه هو أكتر وأشبع قلبه أكتر. فأنا عايز أعرف طرقك عشان أعرفك، عشان أجد نعمة في عينيك أكتر. ولما أجد نعمة في عينيك أعرفني طريقك حتى أعرف. بص العلاقة، شايفين العلاقة؟ بحب ربنا بموت فيه بس انا مش بحب قوي اني افهم وادرس وبتاع والمدرسة المسيح والحاجات دي والكتب، لا 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 بلاش. في حاجة غلط، في حاجة غلط. ما انا هعرفه ازاي زيادة، ما انا هفهم ازاي طرقه، انا همشي ازاي في سبله، ما انا محتاج لمعرفة الحق مش كده؟ الابن النجيب يكون تلميذ نجيب، والتلميذ النجيب بيبقى ابن أكتر، لأن لما بعرف طرقه بعمل إيه؟ بعرفه، بعرفه. فالبعدين دول كل واحد بيضيف للآخر. بولس بيكتب وبيقول كده، بيقول لكده للخدام في أعمال 20 العظة المشهورة وهو بيجمع أسوس أفسس: والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته. مش واحدة تكفي؟ لا، علاقتي مع ربنا وعلاقتي مع الكلمة مع الحق. أستودعكم لله ولكلمة نعمتي القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين. الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. يسوع بيقول لليهود كده: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. الاثنين مع بعض. مهم قوي التكامل دوت في المربع دوت. لو جينا للعلاقة هنا ما بين التلميذ وما بين الخدمة: الفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر. الفاهمين هيضيئوا وبالتالي هيردوا كثيرين إلى البر. مش حاجتين ملهمش دعوة ببعض. أعطاني السيد الرب شعي 50 لسان المتعلمين، دي المعرفة مش كده؟ المتعلمين، ما قلنا التعلم هي التلمذة مظبوط، لأعرف أن أغيث المعيا بكلمة، ده الخدمة صح؟ يوقظ لي كل صباح أذنا لأسمع كالمتعلمين. الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند وإلى الوراء لم أرتد. تلميذ، تلميذ نجيب، فعارف يغيث المعيا بكلمة، فعارف يعلم الناس طرق، فعارف يخدم حياة الناس. فاهمين؟ العلاقة ما بين أنا كخادم وبين أني أنا ككاهن. يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. أنا هنا انكارنيتد، أنا متحد بالناس مش كده؟ فعارف أبكي من أجلهم فأبكي نهارا وليلا قتلى. طب مش دول اللي مطلعين عليك وبيضطهدوك وكانوا رموك في الجب وعملوا فيك؟ أنا بحبهم، أنا واحد منهم، أنا متحد بيهم، فقادر أبكي نهارا وليلا قتلى
بنت شعبي. لو أنا متحد بالناس وحاسس بيهم هعرف أصلي. لو أنا بخدمهم كده من طراطيف صوابعي وغوروا من وش السعادة أكيد مش هعرف أصلي عشانها. البعد الأخير هنا العلاقة ما بين الكهنوت وما بين الدور النبوي. صموئيل بيقول لهم كده: حاشا لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم. يعني اتحادي بربنا هو اللي بيخليني أصلي لكم. أرميا قال اتحادي بيكم هو اللي خليني أصلي لكم، صح كده؟ صح كده؟ دي العلاقة ما بين هنا وهنا. وهنا بيقول له حاشا لي أن أخطئ فأكف عن الصلاة من أجلكم. اتحادي بربنا بيخليني أصلي لكم، اتحادي بالناس بيخليني أعمل إيه؟ أصلي لكم. فلو أنا متحد بربنا وبالناس هصللكوا هصللكوا يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. واضح الصورة؟ واضح الصورة؟ ركبة في بعضها. إحنا مش حتت ملهاش علاقة ببعضها مسكة في الواحد الآخر. هكمل المنظر ده وبعدين ناخد شوية أسئلة. الدور دوت مبني على بعدين، مبني على الشركة، يعني البنوة دي بتؤدي إلى شركة وبتديني البعد الثاني الرؤوي، عشان كده في بعد نبوي، شايف رؤى القدير فقادر أقوم بالدور النبوي. التلميذ ده التلميذ محتاج منهج ومحتاج منهاج، صح؟ قلناها في مدرسة المسيح وهنرجع لها تاني نشرحها بقى كخدام، يعني ايه منهج ومنهاج وازاي يبقى التلميذ يحتاج لمنهج ويحتاج الى منهاج ليصير تلميذا. وخدمة الاخرين ديت وانا بخدم الناس وانا برعى الناس لازم اراعي قضية المواهب والوزنات والخدم. ايه الموهبة اللي ربنا اداني اللي بها بخدم الاخرين؟ كل واحد حسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا، مش كده؟ فده مبدأ مهم قوي ان انا اكتشف الموهبة اللي ربنا ادهاني عشان أقدر أخدم بيها الناس. والبعد الآخر في حياة الخادم في الدور الرعوي مبادئ وقوانين الخدمة. الخدمة لها قوانين ومبادئ، مش سبهللة، مش على كيفي. في مبادئ وقوانين حطها الكتاب عشان أقدر أخدم بيها الناس خدمة حقيقية ومؤثرة. أبسطها القدوة مثلا، أبسطها القدوة، كن قدوة للمؤمن، أبسطها يعني، دي أبسط حاجة. لكن في مبادئ كتيرة قوي هنتكلم عنها، منها بس في واحدة بس من قوانين الخدمة 21 قانون بس في القوانين مش المبادئ، يعني في 21 قانون. وبعدين دول الدورين الكبار الأساسيين في دور الكهنوت اللي هو التسبيح والتشفع. والاثنين عبادة. أنا في التسبيح بكلم ربنا عن ربنا، فالناس بتسمعني بكلم ربنا عن ربنا فبتشوف ربنا. وفي التشفع بكلم ربنا عن الناس، بكلم ربنا عن ربنا وبكلم ربنا عن الناس. الدور ده ليه ثقل كبير جدا في الكتاب المقدس. ولما يعني قالوا للتلاميذ الأرامل قال لهم لا نواظب نحن على الصلاة وخدمة الكلمة، دول أهم دورين. والصلاة قبل الإيه؟ قبل الخدمة. الدور الكهنوتي قبل الدور الإيه؟ الرعوي. اللي ده مش اجتماع الصلاة قال للناس بيحضروه خدام، الخدام بيحضروا اجتماع الصلاة مش قوي، قادة المجموعات وخدام المجموعات مواظبين على اجتماع الصلاة. لا، احنا مش جايين بالخدمة، نواظب نحن على الصلاة وخدمة الكلمة. خلي بالكو في المنظر ده انا عندي بعدين اللي هو اللي فوق واليمين، مش عارف عندكو يمين، عندكو يمين برضو صح كده. فانا كابن وتلميذ انا باخد، انا بعمل ايه؟ باخد. والبعدين التانيين خادم وكاهن انا بعمل ايه؟ بدي. انا هنا بدي الناس وهنا بدي أمام الله من أجل الله والناس. واضح اللي أنا عايز أقوله؟ بصوا السهم الأزرق اللي فوق والتحت دوت، الاثنين دول input والاثنين التانيين output. عارفين الأجهزة input و output، ده اللي بياخد وده اللي بيعمل إيه؟ بيوزع.
نقص اي حاجة من الاثنين دول في الاخذ كله يتأثر. وفي العطاء لو انا بدي ده مش ده، بدي صلاة مش خدمة، او بدي خدمة مش صلاة، مش مؤثر، مش مؤثر. عشان كده الاربعة دول بيكملوا بعض جدا، ما اقدرش استغنى عن حاجة فيهم، هما نسيج واحد، هما تركيبة على بعضها. عشان كده سمينا المنهاج ده مربع حياة الخادم. واضحة الفكرة؟ لأن ده مربع بأضلاع مسكين حاجتها في بعضها، كل حاجة بتؤدي إلى التانية، كل حاجة بتبني التانية عشان توصلني في الآخر أني أكون خادم حقيقي للرب ومؤثر في ملكوت المسيح. عايز أسيب الوقت ده للأسئلة أمام المنظر ده اللي يكاد يكون ملامحه الرئيسية اتحطت أمام حضراتكم. تفضل. الكرازة في حياة الخادم لها دور مهم جدا، بالذات في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فازاي ولأي مدى اقدر اتحد مع اخويا اللي عايش جنبي او اللي معايا في الشغل، والحدود بالذات ان القيم اللي انا بعيشها غير القيم اللي هو بيعيشها. فلأي مدى اقدر ان انا اعيش مكانه عشان خاطر اوصل له رسالة المسيح؟ يعني ايه انكارنيشن؟ هل المسيح اتحد بعمايلنا السودة ولا وجد لنا، حس بينا، فهمنا، رحلنا؟ صح كده، رحلنا ده اللي انت بتتكلم عنه، اللي انا الناس اللي انا عايش وسطهم دول، حاسس بيهم، انا بفكر فيهم، احس باحتياجاتهم، بروح لهم ولا بستناهم هم يجوا لي؟ فبالعكس، انا كل ما هقدر اروح للشخص وافهمه واسمعه قبل ما اتكلم، واحس بيه قبل ما اقول له اللي عندي، اللي هقوله في الاخر هيبقى مؤثر جدا. فاهم؟ لاني كلمته بلغته، كلمته من منطلقه، بعد يومين ثلاثة هتبتدي السبورتس كامبس، المخيمات الرياضية هنا، وهما دلوقتي قاعدين بيوضبوا المكان. انتوا هتشوفوا بعد شوية ان هذا البيت، بيت الوادي، تغيرت ملامحه. ليه؟ لانه هيستقبل شباب من سن 11 لغاية سن 19، بس مجموعات بأعمار مختلفة. فازاي البيت دوت يبقى شاب؟ ازاي كل حاجة تتكلم لغته؟ ازاي وانا فاهمه هو محتاج ايه وبيفكر ازاي، اقدم له رسالة محبة ربنا؟ مش كده؟ احنا في مؤتمراتنا بنوعظ 3-4 وعظات، هما في الاسبوع عندهم وعظة واحدة بس، كلهم بيسلموا حياتهم فيها. ليه؟ لان انا طول الوقت انا اتكلمت بلغته، انا خدت منه الموبايل وخدت الايباد وخدت مش عارف ايه وخدت الساعة، خدت منه كل حاجة وعزلته عن العالم تماما، بس انا خليته يقضي اسعد اسبوع في حياته، يطلع يقول ده اسعد اسبوع في حياتي. هو عايز ايه؟ هو عايز يلعب، هو عايز يفكر، هو عايز يتعلم، هو عايز يفهم، هو عايز. انت قدمت له كل ما يحتاج، انت حطيت نفسك في مكانه وفهمت هو بيفكر ازاي، وقررت تعمل له برنامج يحقق له ده، بس بلغه، بس بكونتنت الهي، بمحتوى الهي، بمشاعر الهيه، بقلب الهي، فصوره ربنا عنده اتغيرت. انا ما كنت بوعظ احيانا يندهوني شبت مش عارف بصلون السنة دي، فبقول لهم يا أولاد انتوا هنا ما كانش عندكم فرصة او يعني انكم ترتكبوا الخطايا، يعني لا عندك فرصة تعمل علاقات زفت، ولا تتفرج على بورنو زفت، ولا تشتم زفت، ولا يعني ما عندكش فرصة للي انت متعود عنه اللي بتنبسط بيه. انبسطت هنا؟ لا جدا جدا. يعني انا ممكن انبسط من غير ما ارتكب خطايا؟ يسكت. يعني الحياة مع ربنا أسعد من الحياة في العالم؟ يسكت. يعني أنت هنا من غير ما تعمل الزفت اللي أنت متعود عليه انبسطت جدا؟
انت متصور الحياة مع ربنا مقرفة. الكنت اثبت لك انك انت هنا في بيته مع اولاده بطريقته اسعد انسان. فصورة ربنا عنده ظهرت. صحيح، من هم قالوا لنا كده ليه؟ واحنا مرات ككنسيين بنقدم لهم صورة عن الحياة المسيحية مقرفة، ولازم يضحي بكل حاجة بالسعادة عشان يعيش مع المسيح، مع ان بقول له الحياة مع المسيح فيها السعادة الحقيقية. اذا ما كلمتش الشخص بلغته، واحد بيحب الكورة كلمه بالكورة لان دي لغته، واحد بيحب الموسيقى كلمه بالموسيقى، صح كده؟ صرت لكل واحد كما هو، صرت الذين بلا ناموس كان بلا ناموس، مش افتح الكتاب المقدس وهو بلا ناموس وملحد اقول له قال الجاهل في قلبه ليس اله، يا جاهل انتهى الحديث. غير لو انا اتكلمت من منطلقة، انت ليه بتقول ربنا مش موجود؟ بيقول عشان كذا وكذا 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 وكذا. طب انا عندي اسئله ليك، 1 2 3 4 عندك اجابات؟ لا، يقول لك الدين ده بتاع الجاب وفي مش عارف ايه، انتوا عشان خاطر ما عندكوش اجابات يعني تقولوا ربنا موجود؟ اقول له لا لا، انا بفكر بالعقل. فكر، انت بتقول ربنا مش موجود، انت عندك اسئله بلا اجابات اكتر من الاسئله اللي عندي انا بلا اجابات. بالعكس، انا اسئلتي عندها اجابات، انت اسئلتك ما عندهاش اجابات. فانت اذا انت بنيت ايمانك على وهم، فانت عندك ايمان بعدم وجود الله مبني على وهم، بينما انا ايماني بوجود الله مبني على حقائق. فمين فينا بقى الموهوم؟ اذا ما كلمتوش بلغته، هيتكلم في العلم نتكلم علم، هيتكلم فلسفه نتكلم فلسفه، اذا اتكلم تاريخ نتكلم تاريخ، اذا نتكلم جيولوجي نتكلم جيولوجي، نتكلم جيولوجي ونقول الكبريان اكسبلوجن، واذا اتكلم مش عارف ايفولوشن نتكلم ايفولوشن، مايكرو ولا ماكرو ايفولوشن، ونتكلم عن الـ العلماء النهارده بيقولوا ايه على نظريه داروين. اذا انا مش عارف هو اللغه بتاعته، هكلمه لغتي اللي هو ما يفهمهاش، هكون عنده اعجميا. انت فاهمني؟ بولس عرف يوصل للاخر لانه صار لكل واحد كما هو، راح للناس. لما راح أتينا وعظ عن الإله الذي تعبدونه وأنتم تجهلونه، لما عمل اقتباس ما اقتبسش في الأول من كتاب مقدس، قال كما قال شعرائكم أننا ذريته. أنا جاوبتك؟ تفضلي. أنا سؤالي أنه الخادم والكاهن، انا حاسه ان هم يعني انا فاهمهم كويس قوي، بس حاسه ان هم منفصلين عن بعض لانه استقبلتهم منفصلين عن بعض، استقبالي ليهم من زمان، وكانه بنقول ان الشخص اللي بيصلي وبيتشفع ده دور، والشخص اللي بيخدم ده وكانه محطوط في حته قائد مجموعه واعظ. فازاي اقدر اقول ان الاثنين مع بعض؟ وهل في حاجه فيهم الكل وحاجه فيهم الجزء؟ تخدمي ناس مش بتصلي لهم ولا تبكي عشانهم ولا هتأثري فيهم؟ طيب، بتصلي الناس وما بتخدميهمش تأثري فيهم؟ عن أكيد أنا مش مقتنع أكيد أنه لو صليت لناس وما خدمتهمش، بس في جزء بيقول وده حصل يعني قدام عيني، أنه في ناس بس بتقعد تصلي والناس دي تروح موصلة للناس اللي بتنزل بتخدم بإيديها مثلا لو حاجة بتحصل عملي، وتقول لهم على يعني وكأنه هي سكة أو كأنها دايرة. أنا مش مقتنعة بعد الكلام اللي أنا سمعته. واحدة يعني من أكبر مشاكلنا النهاردة إيماننا بالصلاة الشفعية، قال لك دول المتشفعين، دول اللي هيصلوا. ها انتوا صلوا، صلوا لنا، صلوا لنا، احنا هننزل نخدم نفتن المسكونة. فاللي اللي بيخدم ما بيصليش، واللي بيصلي ما بيخدمش. التلاميذ قال نواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. لو الصلاة بقت مجموعة بتصلي مش الكنيسة بتصلي، مش هيحصل حاجة. دور المتشفعين، احنا عندنا مجموعة اسمها المتشفعين، دورهم بيصلوا للكنيسة عشان تصلي، مش بيصلوا بالنيابة عننا.
دور فريق التسبيح انه يخلي الشعب يسبح ربنا. مظبوط. انا بقول لهم لو صوت الشعب مش اعلى من صوت الفريق بتاعته يبقى انتوا فشلتوا. اذا انت ما خلتنيش انا يلي قاعد انا بسبح ربنا، انا بكهن لربنا، انت اللي بتكهن على الممر وانا بسقف لك، يبقى انت فشلت. مظبوط. فانا عايز شعب، طوبى للشعب العارف. انا عايز شعب عابد، انا عايز شعب مصلي. كويس. دور المسبح ان يخليني اسبح، مش ان هو يسبح وانا ما سبحش. دور المتشفع ان يخلي الكنيسه تصلي. طب المتشفع دوت لو لقى يعني حد محتاج حاجه، مش دوت انا بصلي شوفوا حد يخدمه، في حاجه غلط. لان لو انا صليت من اجل الناس انا اكتر واحد هقدر انا اخدمهم. فالتقسيمه اللي احنا عملناها ديت مش كتابيه، فولكلور. احنا عندنا عقائد فولكلوريه بكل اسف، زي في مدرسه المسيح مليانه عقائد فولكلوريه، تربينا على كده، استقر في ضمائرنا ان هو كده. الكتاب ما قالش كده، والواقع العملي ما قالش كده. تشارلز فيني اكتر واحد ربنا استخدمه في ربح ناس، هو اكتر واحد اتكلم عن التمخض في الصلاه والتضرع. قال تعلمت لألد علي ان اتمخض. مش واحد بيتمخض واحده بتولد، ما فيش واحده بتتمخض والتانية بتولد. انت فهماني بقول ايه؟ فخلونا نوقف هنا الاسئله بتاعتنا عشان وقتنا خلص، وخلينا الحلقه اللي جايه احنا هناخدها كلها اسئله. انا عايز المنظر ده يبقى قدامنا، وعايز أسئلة، لأن أنا عارف إن يمكن اللي بقوله دوت جديد على بعضنا أو مختلف عن اللي إحنا تصورنا. أشكركم لأجل هذه المتابعة ولأجل هذه المشاركة الإيجابية. أشكرك عزيزي المشاهد، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى. رب معك. أمين. مجد المسيح. عايز أشجعك انك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv، هتجد كل الحلقات موجودة. الى ان نلتقي، ربنا معك.